السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم سوي لكم فيلم مقتطفات من حمامي الكبار والصغار. طبعا المجموعة الأولى هذه مجموعة الكبار اللي طارت بالبوارح، تصويرها كان ب 11/6/2021. هم 6 أخوان من عيال البرشلوني، واحد منهم أم الشذرية وحفيدهم من الشذرية وأخوهم من أمهم، وثلاث انثاي من ذرية أم أربع، يعني نفس الحمام. هذول المجموعة وفروخ طبات السنة شهر 10 و11 و12، توثيقهم 21/22، اللي هم عيال البرشلوني وأحفادهم أحفاد أحفادهم أحفاد أحفادهم، يعني أنا فرقت أعتقد 2 أحفاد الأحفاد، اللي هو الأرقم حفيدة ومريشة حفيدها، بس ما فرق شيء ثاني منهم. يعني هذولهم طبات زلقناهم، كل شيء كنا كان موثق ب 27/10 بدايتهم، وعقبها كل 10 أيام كنت أزلق لي مجموعة مجموعة، واللي يلفت أدخله وياهم، واللي يلفت أدخله وياهم. أنا هذه طريقتي لما يصير الربيع، بعدين شوي شوي قاعد أصفيهم. طبعا الطيار فروخ كلها تعتبر مقصوصة فروخ السنة، عسى الله يوفقنا فيهم إن شاء الله. تستمتعون ويانا، وتصوير هذا مال يومياتي اللي كل يوم كنت انزله، وهذولهم حلالنا وهالسوالف. طبعا هالمجموعة اللي هم الارقم الاسود والشذرية الرقمة والشذري الارقم، على فكرة الشذرية والارقم، الشذري الارقم والشذرية الرقمة، وهم اخوان خلصوا من عش واحد، اثنيناتهم ثلاثتهم عيال البرشلوني على مربع، موسمهم الثالث ان شاء الله يطيرون هذا، وفرخناهم كلهم، انتاجهم ان شاء الله كلهم زينين. هذول المجموعة فروخ العام نفس طبة الفروخ الصغار يعتبرون، بس مو موثقين، انا ما وثقت الا السنة. طبعا هذول احفاد البرشلوني وفيهم عيالهم، نزلت منهم واحدة وضاعوا منهم 2 هالمجموعة من عيال برشلونة، واحد ويا الفروخ ذاك اليوم فروا وياهم، واحدة مسحت ما طبت، واحدة ذاك اليوم هم يعني خوش حمام راحة، وبعد اللي لنا نصيب فيه بيضرب. هذا الشذري تصويره ولد البرشلوني على الشذرية، هذا قضبته 2 سنين طيرته، كلش ماني متوفق فيه بالتفريخ، وطار، وإذا صار بيومه هذا لوته، إذا صار بيومه هذا لوته، إذا صار طياره بيومه هذا لوته. إن شاء الله نشوفكم على خير بالفيلم.